ما هي طريقة التيمم الصحيحة؟ التيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية 6 من سورة المائدة. ضربة واحدة للوجه والكفين، وهي أن يضرب التراب بيده ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه وكفيه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفه. ويشترط أن يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين، بل يكفي مسح الوجه والكفين. ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم نافلة وفريضة حاضرة ومستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان غير موجود، أو حتى يستطيع استعمال الماء إن كان عاجزا عن استعماله. فالتيمم هو طهارة يقوم مقام الماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.